بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد كان من حفظ السنن اللي بذل يعني فيها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم الجهد الكبير، وبرضو ثم من تلاهم من التابعين ثم من تلاهم من تابعي التابعين، إنه اعتنى العلماء المتقدمون والمتأخرون اعتناء الحقيقة شديد جدا وواضح جدا عن طريق وضع تآليف متنوعة المضامين حول الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ونكب العلماء على محاولة إبراز فضائل الصحابة الكرام ومناقبهم والتنويه بقدرهم وبجهودهم العظيمة في رواية الحديث وبجليل الأعمال اللي يعني بادروا إليها سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى يعني لأي قارئ في سير الصحابة الكرام الدور الكبير اللي قام به أولئك الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم في حفظ الدين، وكمان جهود الصحابة الكرام العظيمة زي ما أشرنا قبل كده في الرواية، الرواية عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنهم رووا أحاديث كتيرة جدا تلقوها غضة طرية من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بجانب أنواع السنن الأخرى اللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، السنة الفعلية، ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يقره النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من أنواع يندرج تحت السنة. فاستوعب الصحابة مضامين السنن سواء السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، فاستوعبوا مضامين السنة وأسس، كمان استوعبوا كمان أسس التشريعات الواردة فيها، استقوا منها الأحكام واستقوا منها المنهج واستقوا منها القواعد اللي عاشوا بيها. وبعد كده الصحابة الكرام اجتهدوا في نشر ما تلقوه من الهدي النبوي في كل الآفاق رضي الله تعالى عنهم، وسعوا إلى بث
تلك الروايات عن طريق الروايات المختلفة اللي هم بيروه عن النبي عليه الصلاة والسلام، في سعوا إلى بثها في الكثير من المواطن التي حلوا بها رضي الله تعالى عنهم، لأنهم طبعا الصحابة كتير منهم سافر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومع سفرة كل صحابي جليل منهم تعليم للأمم التي حلوا بها بأرضهم مقيمين. وحفظت لينا الحقيقة أو حفظت لينا برضو مدونات السنة النبوية المطهرة، الآلاف المؤلفة من الآثار النبوية اللي بيعود الفضل في نقلها ووصولها إلينا إلى جمهرة كبيرة من رواة الصحابة الكرام اللي هم عكفوا على حفظ ميراث النبوة الشريف. ومش كده وبس، مش الحفظ عن طريق الإثبات وفقط، ولكن كمان قاموا بدورهم في تعليم السنة النبوية المطهرة، فبدأوا يلقنوا ذلك إلى من تتلمذوا على أيديهم من التابعين، وبالتالي التابعين علموا تابع التابعين، وهكذا إلى أن وصل هذا العلم الشريف إلينا. ولذلك مع تطور وتنوع حركة التأليف في مجال السنن في زمن التابعين وتابع التابعين، خطأ التأليف والتصنيف في مجال السنة يعني خطوات كبيرة أخرى على يد أئمة كرام من أهل العلم عاشوا في القرن الثاني وقليل من القرن الثالث، لأنه رأى بعض العلماء إن هم يجمعوا يعني وصلوا إلى طريقة في تجميع الأحاديث مبتكرة بالنسبة لهم، إن هم يجمعوا الأحاديث اللي رواها كل صحابي في يعني دي الأحاديث الخاصة بالصحابي الفلاني، يجمعوا كل الأحاديث التي رويت عن سعد بن أبي وقاص، رويت عن أمنا السيدة عائشة، سواء من الرواه الرجال أو من الرواه النساء، فألفوا ما يسمى بالمسانيد. ومش ألفوا بس في المسانيد، ده ألفوا كمان في الرواة نفسهم، هذا الفن الراقي اللي ابتدعوا المسلمون ابتدعوه كان الحقيقة انفراد ومن بركات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وألف المسلمون كمان في غير هذه الموضوعات من الموضوعات المهمة اللي هي متعلقة بعلوم الحديث الشريف. هرجع لكلمة المسانيد، هذا النوع من التأليف اللي بدأ ينتشر وياخد شكل زي ما قلنا لحضراتكم تنظيمي كده لتجميع الحديث الشريف. المسانيد جمع كلمة مسند، يعني مفردها مسند، وده مصطلح بيطلق على الكتب اللي بتجمع أحاديث كل صحابي من الصحابة على حدة وتضعها في باب لوحده وتسمي الباب ده باسم ذلك الصحابي. كمسند مثلا لو حبينا نقول في أحد هذه المسانيد تجد مثلا باسم مسند عبد الرحمن بن عوف مثلا، يبقى في المسند ده داخل الكتاب كل الأحاديث اللي رواها عبد الرحمن بن عوف من رواة الصحابة يعني. ومسند مثلا من رويات النساء أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فتجد مسند السيدة عائشة، يبقى كل الأحاديث اللي روتها أمنا السيدة عائشة نجدها في هذا المسند. الحقيقة من أقدم هذه المؤلفات اللي ظهرت في زمن التابعين مثلا مؤلف لأبو داود الطيالسي، وده يعني في 132 هجرية والوفاة بتاعته 204 هجرية، يعني في زمن مبكر. نعيم بن حماد بنفس الوضع، توفي 128 هجرية، وغيرهم يعني هذا النمط من التأليف في هذا العصر المبكر ظهر بإجادة المسلمين لنوع من التأليف لحفظ هذا التراث العظيم بطريقة يعني نقدر نقول إنه لجأ المؤلفون إلى هذه الطريقة من التأليف والتصنيف بغاية إنهم يسهلوا الوصول أو يسهلوا على طلبة العلم الوصول لمرويات الصحابي الذي يريدونه. فبالتالي ابتدعوا هذا اللون من التأليف والتصنيف تسهيلا على طلبة العلم.
والحقيقة إنه تعددت برضو الطرق في الترتيب داخل المسند. إحنا بنقول المسانيد دي كل مسند باسم صحابي بتروي فيه أو بيكون فيه كل الأحاديث اللي هو رواها، لكن الترتيب بقى بين أسماء الصحابة داخل المسند نفسه، كل مسند من هذه المسانيد بتختلف من مؤلف للتاني. طريقة ترتيب الأحاديث في المسانيد مثلا بتعتمد يعتمد الترتيب في كتب المسانيد بالدرجة الأولى مثلا على أسماء الصحابة دون النظر إلى موضوعات الأحاديث اللي بيرويها ذلك الصحابي. فتجد مثلا في داخل كل باب بيجمع مرويات الصحابي المعين ده، مثلا عبد الرحمن بن عوف، مسند عبد الرحمن بن عوف كل الأحاديث اللي رواها مثلا عبد الرحمن بن عوف، وهكذا في سائر الصحابة الكرام من الرواة. لكن المسانيد الحقيقة لأنه مش بس هي مسند أو اثنين أو ثلاثة، لا ظهر عدد كبير من المسانيد واختلفت فيما بين بعضها على أساس الترتيب بين أسماء الصحابة. يعني من المسانيد ما كان الترتيب، طريقة الترتيب بتاعته لأسماء الصحابة من حيث الأسبقية إلى الدخول في الإسلام، فبدأ يرتب المسند من اللي أسبق في الدخول إلى الإسلام ويبتدي يرتب المسند على أساس كده. فمثلا ابتدى بأسماء، شفنا ده في أحد المسانيد، ابتدى بأسماء العشرة زي المسند الإمام أحمد بن حنبل، أسماء العشرة المبشرين بالجنة، ثم من شهد بدرا من الصحابة، ثم بعد كده حضروا أو صلح الحديبية، ثم من دخل في الإسلام وهاجر في الفترة اللي هي ما بعد الحديبية وقبل الفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم بذكر مثلا الصغار من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم النساء من الصحابيات الراويات، لأن النساء موجودين في كل كتب الحديث في رواية الحديث. وذلك زي بالضبط، يعني ممكن نراجع نفس هذا الشكل من الجهة الترتيبية العلمية اللي ارتضوها في ذلك الزمان، ترتيب مثلا مسند الإمام أحمد ابن حنبل. احنا بنعرض ده عشان نشوف جهد المسلمين تجاه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانه اجتهد العلماء المسلمون في، مش بس بعد ما كان الامر بالتدوين الرسمي العام وانها تجمع جمعا رسميا زي ما ده بدا في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، لا بعد كده جهد كمان منذ هذه الدعوة وعمل العلماء دائم إلى وقتنا الحاضر. تيجي مثلا تبص على أنواع أخرى من المسانيد، منهم اللي اعتمد في ترتيب المسند بتاعه على الحروف الأبجدية لأسماء الصحابة دون اعتبار آخر. يعني احنا قلنا الاعتبارات اللي ذكرت في بعض المسانيد، ابتدوا ازاي يرتبوا المسند لأنه كم من الصحابة رواه، لكن في قال لك لا انا هرتبهم الترتيب الابجدي دون الاعتبار الى امتى دخلوا الاسلام او من اللي كان قبل الهجره وبعد الهجره وهكذا وفق ما اشرنا اليه. والترتيب ده كان اسهل في الوصول الى احاديث الراوي اللي بيدور عليه الباحث او طالب العلم. يعني مثلا اعتمد الطبراني ده في المعجم، اعتمد الامام الطبراني في المعجم الكبير على الترتيب الابجدي، و سارة عشان كده سماه المعجم لأنه الترتيب أسماء الصحابة وفق الترتيب الأبجدي. ومن أنواع المسانيد اللي ظهرت ما كانت مقتصرة على مرويات راوي واحد، تلاقي مسند لفلان بعينه كل الروايات بتاعت فلان، أو بعض المسانيد تلاقي مجموعة من الرواة من مثل الصحابة، يعني زي مثلا نقول ايه مسند ابي بكر، مسند المقلين اللي كانوا مقلين في روايه الحديث الشريف. احنا بنقصد من هذا العرض اثبات الحديث في وقت مبكر بعد قبل زمن الدعوه اللي دعاها الخليفه عمر بن عبد العزيز بان احنا يبقى فيه تدوين رسمي عام، واهتمام شفنا زي اهتمام الصحابة وبعد كده اهتمام التابعين الكرام ومن تلاهم، وبعد كده بعد الدعوة إلى تجميع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو التدوين الرسمي للسنة، وحركة العلم الدائبة المتقدة
بين العلماء تجاه سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبنقول إنه بعد كده ظهور المؤلفات والمصنفات اللي ذاعت وانتشرت، الأساس بتاعها هذا الجهد، يعني دول قاموا على دول. يعني بنشير من خلال هذه المؤلفات ومن خلال إبراز مدى اجتهاد أصحابها في الجمع، تارة جمع السنن، في التصنيف والتأليف بطرق مبتكرة، تارة أخرى بيتضح من وراء ذلك جهود المسلمين العظيمة في العناية بالسنن، سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان بعد كده أما هنشوف إنه في مصنفات بدأت تظهر اللي بيهجم عليها من لا يعلم وفاهم إنه جاب الأحاديث دي كده من عنده مع إغماض متعمد لعناية المسلمين بالحديث قبل كده، اللي فات ده واللي قبله من زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لمن تلهم حركة علمية دائبة متطورة، ومتطورة تطور طبيعي في مجال العلوم والترقي في مجال العلم الطبيعي، مع طبعا توفر أدوات الكتابة، كثرة عدد الكتبة. إذا أنا بنظر كده باستقراء للتاريخ منذ زمن النبي الكريم بزمن والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وجهدهم في رواية الحديث، ثم زمن التابعين، ثم تابع التابعين، ثم تابعي تابع التابعين، وهكذا هنجد حركة شديدة وقوية ومخلصة في العناية بالحديث النبوي الشريف. فلما نيجي النهاردة نسمع عن بعض المؤلفات التي اشتهرت بين المسلمين، هذا الجهد يسبقه جهود، هذا الجهد قام على جهود سابقة. فما اجي النهاردة أطعن في سين وأطعن في صاد دون وعي بهذا التطور في العناية بالحديث وعلوم الحديث بعد ذلك، يبقى أنا ده ظل لعمل المسلمين العلماء الأجلاء في العناية بالسنن، يعني في عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرضي الله تعالى عن العلماء الأجلاء في كل جيل، رضي الله عن الصحابة الكرام وعن التابعين وعن تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، اللهم في كل وقت وحين.